قررت اعمل ليزك. طيب انا اعمل ليزك، بشوف كميه انواع من الليزك، وانا كمريض مش بنعتبر ان الليزك هي زي ما اتفقنا قبل كده ان الليزك دي بتبقى بسبب ان احنا مجبرين نعملها، لا تبقى حاجه بديل للنضاره زي ما اتكلمنا قبل كده. بس انا مش عارف ايه الاحسن ليا، فيمتو ليزك، السمايل، فيمتو سمايل، نسمع مصطلحات كتير جدا بس احنا مش عارفين. طيب بص، احنا اتفقنا قبل كده انه العلاقه بين الدكتور والمريض بتاعه هو علاقه ان انا بسلم له مشكلتي وهو بيشوف احسن حاجه يعملها، وبالتالي دور الدكتور بتاعي ان هو يرسم لي خطه علاج مناسبه لحالتي. الكلام اللي احنا بنسمعه مؤخرا، كل انواع الليزك اللي بنسمعها دي للاسف حاجات تسويقيه بحته، الغرض منها ان هي تخلي العيان يقعد يفكر ويدور. في الاخر الليزك بيتعمل بطريقه من ثلاثه لا يختلف عنها، تمام؟ الليزك الاكسايمر ليزك، تمام، والليزر الفيمتو سمايل ليزر، وفي مزج بالاثنين اللي هو اسمه فيمتو ليزك. طيب خلينا نقول ايه الاكسايمر ليزر. الاكسايمر ليزر ده نوع من الليزر حارق، بيشيل طبقات، بيحرق طبقات، وعشان كده اي حد بيعمل انواع الليزر اللي هي الاكسايمر اللي هي اغلب الليزر بيشم ممكن ريحه زي شياط خفيفه جدا، هذا وقت ما الليزر بيشتغل. طيب الليزر ده ممكن نعمله على سطح العين، فبقى اسمه ليزر سطحي او PRK، وده مسته انه معامل الامان فيه عالي. لو حد بيلعب رياضه فيها بوكس، رياضه تحميه، حد هيخش كليه حربيه، حد سم قرنيه بتاعه قليل، الليزك ده مناسب جدا بالنسبه له لانه على سطح العين من بره. طب ليه مش بنعمله للناس كلها؟ لانه بيبقى فيه الم شديد اول اسبوع، بيبقى فيه زغلله اول اسبوع، العيان ما بيبقاش مرتاح. مش كل المرضى عيان الليزك ده عيان عاوز يتدلع، فمش بيبقى عاوز يوجع نفسه الا لو قلنا له انه ده الحل الانسب. النوع الثاني زي ما قلنا اسمه الليزك التقليدي. الليزك التقليدي ده عن طريق ان احنا بنعمل زي رقعه بسيطه كده بالقرنيه، نعمل تحتها نشغل الاكسايمر ليزر ده نفسه ونرجع الرقعه. استفدنا ايه؟ استفدنا نقاهه سريعه، العيان من تاني يوم يقدر يرجع شغله. استفدنا رؤيه سريعه، انه تاني يوم برضه يبقى شايف كويس. الالم من تاني يوم بيبقى راح، غير التاني في شويه وجع، انما ليه شويه ليميتيشنز. الناس اللي عندهم مشاكل في القرنيه، سمك قرنيه قليل، الناس دول مش مناسب قوي بالنسبه لهم موضوع الليزك التقليدي، فابتدوا يعملوا حاجه اسمها الفيمتو ليزك. الفيمتو ليزك ده زي ما قلنا هو مزيج بين جهاز الفيمتو وجهاز الليزك، يعني المريض بيقعد على جهازين، وبنستخدم الفيمتو علشان نقطع زي رقعه رفيعه جدا بمواصفات دقيقه جدا من القرنيه. حلو جدا. بنستخدمه لمين؟ بنستخدمه للمرضى اللي زي ما قلنا عندهم مشكله في القرنيه بتاعتهم، سمك قرنيه قليل او التحدب بتاع قرنيه مختلف شويه عن الطبيعي، فمعامل الامان اكتر شويه في الفيمتو ليزر. اخر نوع بقى من الليزر، خلاص خرجنا بقى الاكسايمر ليزر واتكلمنا على الفيمتو سمايل. اوكي، الفيمتو سمايل ده بنستخدم جهاز واحد بس، بيستخدم شعاع ليزر اسمه فيمتو ليزر. الفيمتو ليزر ده زي ما قلنا بيقطع، فده بيقطع عدسه رفيعه جدا جوه النسيج القرنيه تكافئ عدسه النضاره، فكان انا عملت العدسه بتاعت اللي انا عاوز اعملها دي جوه عين العيان. طبعا كل حاجه من دول ليها مميزاتها وعيوبها، مش دوري انا كمريض ان انا اختار، دوري ان انا اروح بشكوتي للدكتور اقول له احتياجاتي كذا، طبيعه حياتي كذا، بنعمل مع بعض شويه فحوصات، وعلى ضوء الفحوصات دي بنقرر انت ينفعك كده، انت ينفعك فيمتو ليزر، انت ينفعك فيمتو سمايل، حسب كل واحد والحاله بتاعته. طبيعي انه اللي ينفع معاه الليزر العادي التقليدي الحاجات التانية كلها تنفع معاه. انا بالنسبه لي بختار للمريض بتاعي انسب حاجه بانسب سعر. يعني ايه؟ يعني لو النهارده الليزك التقليدي مناسب بالنسبه لي، ايه اللي يخليني اروح اعمل فيمتو ليزك او فيمتو سمايل ويمكن يعني ابقى عليا ادفع ضعف التكلفه؟ انما في عيان هيجي لي اقول له انا اسف انت ما ينفعش معاك اي حاجه من الثلاثه دول غير الفيمتو ليزك، او انت ما ينفعش كل الحاجات دي ولازم فيمتو سمايل، وساعتها مبرر ان انا اعمل التاني. ساعات بيجي العيان يقول لي بص بقى انا شيت في الفيسبوك وشفت وبتاع واحسن حاجه في الدنيا هي الفيمتو سمايل. لو انت مقتنع ان هي احسن حاجه كده، الليزك فيه عامل نفسي كبير جدا، فانا مش هينفع اقنعك بحاجه ضد قناعتك. لو انت مرتاح انك تعمل كده خلاص، طالما ده مش هيضره في الاخر هو لا
لا مش هيدور. هيوصل نفس النتيجه. احنا بنحسب دايما انه اوصل للغرض بتاعي باسهل طريقه واقل تكلفه، وده الاختيار دايما بيبقى. يعني دكتور ما نقدرش نقول ان هو قرار منفرد من المريض، يعني المريض ما يقدرش ياخد القرار بشكل منفرد، برضه لازم يسمع للطبيب ولازم يستشيره، يعني هو رايح للطبيب عشان يستشيره في الاخر. بالظبط، احنا بناخد راي الدكتور، هو الدكتور زي ما بيقول بيفصل، هنعمل واحد اثنين ثلاثه عشان نوصل بيك للي انت عاوزه.